طلي هون عمو طلي هون. مين بتحبي انت، جيش النظام ولا جيش الاسلام؟ طلي هنيك عمو بالكاميرا. اسألي انت، ليش عمو ما تحبي جيش النظام؟ ليش عمو؟ لأنه علي صوتك. لأنه علي صوتك عمو، علي صوتك. ايش سووا معكم عمو جيش النظام؟ ايش سووا؟ قتلونا. مين قتلوا عمو؟ شندلوا الخلق. شلون شندلون عمو شلون؟ قتلوهم بالروسيات. انت شفتيهم عمو؟ ايه، كان قتلوا لي ابن عمي. منو قتلوا عمو؟ ابن عمي احمد. منو اللي قتلوا عمو؟ هذول جيش النظام. وايش عملوا بالقذائف؟ ايش عملوا عمو كمان؟ شندلونا. وايش سووا كمان عمو؟ بس. يلا احكي لي متى كمان يلا. حوجي. عمين ضربوا؟ مين عم بضرب عليكم القذائف؟ مين؟ جيش الاسلام؟ لا جيش النظام. ايش عم بضربوا عليكم عمو؟ عم بيجيبوا لكم هدايا وبيعطوكم رز وبرغل جيش النظام؟ لا. شو عم بيعطوكم لكم عمو؟ ما عم بيعطونا اشياء بشندلونا. من اللي عم بضربكم عمو انتم؟ جيش النظام جيش الاسلام؟ جيش النظام. شو عم بضربكم عمو جيش النظام؟ انا بعرف. في ايش ضربكم جيش النظام؟ بالروسيات. بالروسيات عم بضربكم عمو جيش النظام؟ وشو كمان؟ قذائف. قذائف وين عم تطبوا قذائف عمو وين؟ انا بعرف. يا ما تطبوا فوق مين عم تطبوا؟ علينا. وين عم تطبوا عمو؟ انت شفتيهم؟ شفتي القذائف وين عم تطبوا؟ وين شفتيهم؟ انا بعرف. يعطيك العافية عمو.